اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الفريق يؤدي تدريبات واستعدادا لمباراه ايسترن كامباني ان شاء الله يوم الاربعاء القادم. ادى فريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي مرانو مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراه ايسترن كامباني التي تقام في تمام التاسعه من مساء بعد غدا على استاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر. هذه المباراة ستكون ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز. ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي عقد محاضرة نظرية داخل الملعب قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة إيسترن كامباني، وعقب نهاية هذه المحاضرة خاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس في كأس مصر تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين فقرة بدنية وتدريبات لكرة القدم. وخاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس، وواصل حسين الشحات لاعب الفريق تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها خلال الفترة الماضية. كما واصل طاهر محمد طاهر تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.